المدارس تفتح أبوابها إن شاء الله خلال أيام قليلة، وأبناؤنا في حال الاشتياق إليها. أعلنت مدارس التربية الخاصة عن جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الإعاقات فيها، سواء إعاقات حركية أو ذهنية أو سمعية أو بصرية. يذكر أن مدارس التربية الخاصة تبلغ 22 مدرسة مجهزة بفصول مخصصة تستوعب نحو 1522 طالب وطالبة. في إطار استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، تم الانتهاء من تجهيز كافة مدارس التربية الخاصة ضمن خطة متكاملة أعدتها وزارة التربية مسبقاً. يبلغ عدد طلاب إدارة مدارس التربية الخاصة في جميع المحافظات دولة الكويت والمساكن الداخلية طلبة المنح الدراسية من البنين والبنات، وطبعا من سلطنة عمان الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة 1522 طالب وطالبة. تم الانتهاء تقريبا إلى 90% من أعمال الصيانة لجميع المدارس من المرفقات داخل المدرسة وأجهزة التكييف، وجاري الانتهاء إن شاء الله من بقية جميع الأعمال. عندنا خدمات وجبات غذائية، عندنا باصات تخدم جميع مناطق الكويت، عندنا علاج طبيعي، عندنا عيادات تخصصية، عندنا خدمات تخاطب، خدمات نفسية، خدمات اجتماعية. كاميرا الأخبار جلت في إحدى مدارس التربية الخاصة، وهي مدرسة السلوك التوحدي، لرصد تجهيز الفصول الدراسية بكافة مستلزماتها ووفق أحدث التقنيات. تم تشكيل فرق خاصة للاستعداد لجهوزية المدارس كلها، فريق خاص لمدرسة السلوك التوحدي قام بكافة المهام المناطة فيه، من كهرباء، من تكييف، من أدوات خاصة، من تنظيف، من عمالة، وبالفعل أنجزنا خلال 3 أسابيع السابقة كافة المتطلبات. المدرسة ولله الحمد مجهزة بكافة الوسائل والتقنيات المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمتعلمين من ذوي اضطراب طيف التوحد. حريصين دائما في بداية كل فصل معرفة دراسة الحالة لوضع الخطة التربوية الفردية لكل طفل، لمعرفة نقاط القوة والضعف وكيفية التعامل مع هذا الطفل. نستخدم الأساليب الحديثة من خلال الوسائل التعليمية الحديثة ومن خلال الوسائل الفردية، وكذلك نعمل على الهدف الأسمى هو الدمج. إذن 22 مدرسة للتربية الخاصة ستشرع أبوابها في القريب العاجل لاحتضان طلبتها في بيئة مثالية تتواءم مع متطلباتهم العلمية. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.